يعطيكم العافية. رح نبلش اليوم من صفحة 251، نكمل عن البانكرياتايتس. حكينا عن الأكيوت بانكرياتايتس، هلأ بدنا نحكي عن الكرونيك بانكرياتايتس سريعا. الكرونيك بانكرياتايتس is a continuous, prolonged and inflammatory and fibrosing process. إذن هي عبارة عن عملية مستمرة طويلة المدى التهابية وفيها تليف. فايبروسينج يعني فيها تليف، إذن فهي عملية تنطوي فيها على تليف، غير إنه بصير في عنا التهاب، عملية التهابية داخل البنكرياس، كما بصير في عنا تليف في أنسجة البنكرياس. The pancreas become progressively destroyed. طبعا بهاي الحالة بيكون البنكرياس صار متحطم كتير. Progressively يعني بشدة وبحجم كبير. And it is replaced with fibrotic tissue. والأنسجة اللي تحطمت بتم استبدالها بأنسجة ليفية. Strictures and calcification may also occur in pancreas. بصير في عنا تضيقات وبصير في عنا تكلسات. Strictures تضيقات وcalcification تكلسات بتصير كمان في البنكرياس. في عنا two major types of pancreatitis. في عنا chronic obstructive pancreatitis والنوع الثاني اللي هو chronic calcifying pancreatitis. من اسمه obstructive، إذن بيكون ناتج عن عملية انسدادية، عن انسداد. والcalcifying بيكون في عنا تحطم أو صار في عنا تكيس أو تكلس في البنكرياس. فإذن في عنا نوعين، يا أما بيكون انسدادي أو تكلسي. الأسباب تبعته الإتيولوجي للنوع الأول اللي هو الأبستركتيف بانكرياتيتس عادة بيكون ناتج عن بيلياري ديزيز، يعني ممكن يكون ناتج عن أمراض الغدة الصفراوية. الموست كومون كوز از انفلاميشن اوف سفنكتر اوف ذا اودي. من اهم اسباب الانسدادي اللي هو التهاب يصير في السفنكتر اوف اودي اسوشيتد وذ كوليثيسز او الجولستون. السفنكتر اوف اودي هو اللي بيطلع الانزيمات للامعاء، فهذا السفنكتر لما بيكون في عماله بيكون عاده سببه انه بيصير في عندنا جولستون اللي هي زي الحصى اللي بتصير في المراره. فالحصى في المراره هي اهم الاسباب اللي بتؤدي للابستراكت في البنكرياس. النوع الثاني اللي هو الكرونيك كالسيفاينج. الكرونيك كالسيفاينج بانكرياتيتس بيكون ناتج عن انفلاميشن مع سكليروسيس، تصلب مينلي بيكون في الهيد اوف بانكرياس، في راس البنكرياس، وبيكون كمان في منطقه اراوند البانكرياتيك داكت. This type of chronic pancreatitis is the most common. إذن الأكثر شيوعاً إنه يكون في عنا calcifying أكثر من obstructive. It's also called alcohol-induced pancreatitis. وعادة باسمه اسم تاني للcalcifying اللي هو alcohol-induced. من اسم alcohol-induced معناته هو ناتج عن شرب الكحول عند المرضى. العلامات والأعراض اللي إحنا بنشوفه، إذا صفت عنا بس خلينا نركز في الإتيولوجي. الإتيولوجي الأبستركتيف بيكون ناتج عن بيلياري ديزيز اللي هي مثل الجولستون. أما الكالسيفاينج فبيكون في عنا إنفلاميشن صار في البنكرياس نفسه، ومن أهم أسبابه الكهول درينكينج أو الكهول يوز. نيجي هلأ على العلامات والأعراض. الكلينيكال مانيفستيشن إحنا بدنا نشوفهم عند هدول المرضى. The major manifestation of chronic pancreatitis is abdominal pain. إذن العرض الأساسي اللي إحنا بنشوفه ألم في منطقة البطن. كمان ممكن يصير عند المريض مال absorption، خلل في امتصاص بعض المواد الغذائية. ممكن يصير في عندهم weight loss، فقدان في الوزن، constipation، إمساك، mild jaundice، يرقان أو إصفرار لكنه بيكون خفيف، with dark urine. طبعا dark urine بيكون ناتج عن الجويندس، عن البيليروبين، عن الصفار اللي بصير في الجسم، فبلش ينزل بالبول فبصير لون البول غامق. ستياتوريا اللي هي اللي حكينا عنها المرة الماضية، الدهون ما عم بيتم هضمها فبتنزل مع البراز، فبيجي لون البراز على رمادي على أبيض، دليل على وجود الدهون غير المهضومة فيه. عند ديابيتس ميليتس إذا ممكن كمان يصير، ما إنه صار في عنا تكلس، صار في عنا كرونيك بانكرياتيتس، صار في عنا تكلس في وتليف في البنكرياس، فممكن يصير عند المريض ديابيتس ميليتس. ستياتوريا ما بيكم سيفير وذ فوليومينس فول فاتي ستول. طبعا نزول الدهون بالبراز ممكن يكون يصير يعني شديد لدرجة انه يصير يعطي كمية كبيرة من البراز، بتحتوي على كمية كبيرة من الدهون وتكون كمان ذات رائحة كريهة. اليورين اند ستول ما بي فورثي، بصير فيهم رغوة او يعني زبد فيهم في البراز والبول. سم ابدومينال تندرنس ما بريزنت، بعض ممكن يكون في الم عند ملامسة البطن. هاي في العلامات والاعراض اللي بنشوفها. بس زي ما حكينا العرض الاساسي للبانكرياتيتس للكرونيك انه يكون ابدومينال بين. الدياجنوستيك بروسيجر طبعا بدنا نعرف الامايليز ليفل، لايبيز، نفس الدياجنوستيك بروسيجر اللي احنا بنعملها عند الاكيوت ما رح تفرق نفسها، رح نركز على الامايليز
اللايبيز، بدنا نشوف الجلوكوز، كريات الدم البيضاء اللي هي الليكوسايتوزز، زيادة في ارتفاع أو ارتفاع في كريات الدم البيضاء. عمليات التشخيص بتكون عن طريق التنظير، ممكن نستخدم السي تي سكان، الام ار اي، كلها هاي نفس الفحوصات، نفس الدايجنوستيك ستاديز اللي احنا نستخدمها في الأكيوت. النيرسينج مانجمنت فور كرونيك بانكرياتايتس، أول إشي بدنا نعمل انستركت للبيشنت تو تيك ميجر تو بريفنت فيردر اتاك، بدنا ننصح المريض إنه ينتبه عشان ما يزيد من حدة المشكلة الموجودة عنده. فإذا هو بيشرب كحول يفضل إنه يوقف عن شرب الكحول عشان ما يزيد من شدة الالتهاب اللي صار عنده. دايتري كنترول، بده يعمل تحكم في بعض الأكل، مثلا إنه بعض الأكل إنه يبتعد عنها، خصوصا الدهون في هاي الفترة، خصوصا لأن البنكرياس ما عم بيعطي الإنزيمات المناسبة لهضم الدهون، فمهم جدا إنه هو يخفف من أخذ الدهون في هاي المرحلة المريض. وبالإضافة لذلك بياخذ بنكرياتيك إنزيم يعني بيعوضها من الخارج. طبعا بدنا نعمل اوبزيرف للبيشنت ستول فور ستياتوريا تو هيلب ديتيرماين افكتيفنس اوف انزايم. طبعا بس متى مبلش المريض ياخذ الانزايم بتاعه البنكرياس اللي هي الاميليز، متى مبلش ياخذ عندنا الانزايم بتاعه البنكرياس، بنراقب البراز عشان نشوف هل بلشت ستياتوريا تخف بالبراز لانه بلش يصير في عندنا هضم للدهون ولا لا. اف دايبيتس هاز ديفلوبد ذا بيشنتس ويل نيد انستراكشن ريجاردينج testing of blood glucose level and drugs. طبعا اذا صار في عند المريض نتيجه الكرونيك بانكرياتايتس، صار عند المريض دايابيتس ميليتس اللي هو السكري، طبعا بدنا نعمل انستراكشن للمريض بضروره انه يتابع مستوى السكر عنده، ايش الادويه اللي لازم ياخذها، واهميه المتابعه الادويه بطريقه جيده. الناس should make sure that the patient was taking antiacids takes them in as ordered to control gastric acidity. طبعا اذا المريض مكتوب له انتي اسيد، مهم جدا انه نعلم المريض كيف ياخذها، متى ياخذها، عشان تعمل كنترول للجاستريك اسيديتي، ما تزيد من احماض المعده. الانتي اسيد هي مضادات الحموضه. طبعا انتي اسيد should be taken after meals. طبعا مضادات الاحماض لازم تتاخذ بعد الاكل. الكحول must be avoided، والكحول يجب انه احنا المريض يعني يبتعد عنه. مضاعفات الكرونيك بانكرياتايتس، سيدوسيست فورميشن، تعمل زي خليه، زي حكينا زي كيس او كيس خفي او كاذب. الكيس الكاذب حكينا عنه المره الماضيه بالمحاضره الماضيه، اللي هو الكيس الكاذب اللي بتتكون بيحتوي على فلويدز بكون اراوند ذا بانكرياس. بايل داكت انديودينال اوبستراكشن، بصير في عنا انسداد في القناه الصفراويه وفي منطقه الديودينال اللي هو الاثني عشر. بانكرياتيك اسايتس اور بلورال فيوجن، بصير عند المريض تجمع في السوائل في البطن ناتج عن مشاكل في البنكرياس، وممكن يعمل بلورال فيوجن، تجمع سوائل في بين طبقتي البلورا في الرئتين. سبلينيك فين ثرومبوسس، ممكن انه يعمل زي انسداد في الاوردة اللي بتودي الدم للطحال. سيدو انيوريزم، ممكن تعمل عندهم تمدد في الاوعية الدموية كاذب، يعني يظهر انه في عندهم تمدد في الاوعية الدموية لكنه بيكون كاذب، ومع ذلك بحاجة لها متابعة ومعرفة السبب او ايش اللي بدنا نعمله لهذا المريض. بانكرياتيك كانسر، ممكن يتحول الكرونيك بانكرياتايتس تو كانسر لسرطان. الموضوع اللي بعده اللي رح نحكي عنه disorder of biliary tracts، ندخل في أمراض القناة الصفراوية. هيك بنكون خلصنا البنكرياس، بنبلش في القناة الصفراوية. من أهم الأمراض اللي نحكي عنها في القناة الصفراوية في عنا الكوليسيستايتس والكوليليثياسس. الكوليسيستايتس اللي هو التهاب القناة الصفراوية، والكوليليثياسس اللي هو تكون الحصى في القناة الصفراوية. نبلش في الكوليسيستايتس اللي هو التهاب القناة الصفراوية. definition: cholecystitis is the medical name for inflammation of the gallbladder. إذا هو الاسم الطبي للالتهاب في الجولي بلادر اللي هي القناة الصفراوية. The disease is more common in women than in men and it's occur most frequently after age of 40. طبعا هذا المرض بيكون common أكثر عند النساء أكثر منه عند الرجال، وعادة بيحدث على العمر بعد عمر الأربعين. There are two types of cholecystitis. في عنا نوعين من الكوليسيستايتس، في عنا الأكيوت which comes on suddenly and the chronic which is long standing and persistent. إذا في عنا أكيوت في عنا الكرونيك. الأكيوت اللي بيجي suddenly بيجي فجأة، أما الكرونيك اللي بيكون long standing بقعد لفترة طويلة وبكون مستمر، وعادة إحنا بنعرف الأكيوت بيكون reversible، الكرونيك بيكون irreversible. أكيوت reversible يعني يمكن علاجه وإنها تروح الأعراض وتروح السايم السيمتومز، أما الكرونيك بيكون irreversible، لا يمكن علاجه وبيضل long standing و persistence بيضل للأبد عند المريض.
gallstones are the most common cause of both types. طبعا ايش السبب الاساسي سواء كان للاكيوت او كرونيك cholecystitis اللي هو وجود الحصى. اذا تتكون الحصى اول بعدين بصير في عندهم الالتهاب. فعاده الجولستون اللي هي الحصى اللي بتصير في القناه الصفراويه هي من اهم الاسباب اللي بتؤدي لحدوث cholecystitis. recurrent episodes of gallstone leads to thickening of the gallbladder. هلا لما بيكون في عندنا تكرار في حدوث الحصى في داخل القناه الصفراويه بصير في عندنا thickening سماكة زيادة في سماكة الجولي بلادر وول في جدارها بصير سماكته أكتر and make the gallbladder bladder less effective at removing bile and other substance ultimately the condition may become chronic. إذا اللي بتبلش عنا بالحصى، الحصى لما بتكون متكررة الإبزوز تبعتها بتتكرر أكتر من مرة بتروح وبتيجي بهاي الحالة الجولستون وجودها داخل القناة الصفراوية بيعمل على زيادة سماكة جدار القناة الصفراوية. بتصير القناة الصفراوية جدارها سميك بتصير فعاليتها وقدرتها على القيام بالعمل تبعها أقل فعالية وبالتالي ultimately ممكن هاي الحالة تكون acute وتتحول لكرونيك مع الريكيرنت جولستون. سوري الكومن سيمتومز اوف كوليسيستايتس ايش العلامات والاعراض اللي احنا بنشوفها عند المريض اللي عنده كوليسيستايتس. طبعا الاعراض مش شرط تكون موجوده كل الاوقات، ممكن تشوفها وانس بس لكن ممكن انها تكون الاعراض في بعض الحالات سيفير. اول شيء من اهم الاعراض واللي موست كومن اللي احنا بنشوفها اللي هي الابدومينال بين abdominal symptoms that occur within minutes after meal. كمان أعراض بطنية تحدث بعد وجبة الطعام. abdominal tenderness ألم عند ملامسة البطن. clay colored stool بصير لون البراز زي لون الطين clay اللي هو الطين. fever and chills ممكن يصير عند المريض حرارة مع رعشة نتيجة ارتفاع شديد في درجة الحرارة. loss of appetite فقدان لا الشهية. nausea with or without vomiting بصير عند المريض العيان قد يكون مع أو بدون استفراغ. pain that radiates from your abdomen or from the abdomen to the right shoulder or back بصير الألم ممكن إنه يمتد الألم من الأبدومن ويروح على منطقة الرايت شولدر للكتف اليمين ومنطقة الظهر. فهاي من الأشياء اللي بتميز الكوليسيستايتس بين إنه الألم بيكون أول إشي في البطن وبيعمل راديشن. لوين بيعمل راديشن؟ للرايت شولدر. متى ما صار للرايت شولدر الألم بيخلينا نشك مباشرة إنه هذا المريض عنده كوليسيستايتس. sweating تعرق yellowing of the skin and whites of the eyes. طبعا بصير عند المريض جويندس اللي هو الصفار او اليرقان واللي هو يلوينج خلينا نحكي بصير عندنا يلوش ديسكلاريشن اللي هو بصير في عندنا تلون باللون الاصفر بصير في الجلد السكن وفي الايز الوايت اوف ذا ايز اللي هي السكليره اللي هي البياض العين. فبصير في عندنا يلوش ديسكلاريشن اوف سكن اند سكليره وهذا من اهم مميزات الجويندس. serious symptoms that might indicate a life-threatening condition. شو هي الأعراض التي تدلنا على وجود حالة مهددة لحياة المريض؟ أول إشي abdominal swelling تورم في البطن. bloating or distension مع وجود غازات وانتفاخ في البطن. ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 40 يعني هم حاطينها higher than 1.1 أو 101 degree فهرنهايت لما نحولها تطلع تقريبا 39.5 ل 40. nausea with or without vomiting العيان مع أو مع أو بدون استفراغ. severe abdominal pain وألم شديد في البطن. هاي العلامات والأعراض تدلنا على إنه life threatening صارت الحالة. الأسباب حكيناها في عنا multiple factors لكن حكينا إنه أهم factor لإلها بيكون ناتج عن obstruction of bile duct عن طريق الجولستون. إذا من أهم أسبابها إنه يكون في عنا جولستون. ممكن يكون عدوى infection، ممكن يكون injury إصابة أو ضربة، ممكن يكون tumor ورم. The most common causes of cholecystitis اللي هو الكوليثياسيس رجعنا عدناها يعني خلاص نكون عارفين إنه من أهم الأسباب اللي بتؤدي لحدوث التهاب المرارة اللي هو وجود الحصى في المرارة. فإذا سواء قلنا كوليثياسيس أو قلنا جولستون إحنا نفس المعنى اللي هو الحصى في المرارة وهي من أهم الأسباب اللي بتؤدي لحدوث الكوليثياسيس بالإضافة إنه ممكن يكون ناتج عن تيومر تروما إنجري أو إنفكشن.
الريسك فاكتور فور كوليسيستايتس حكينا انه العمر يكون فوق الأربعين، ممكن يكون المريض عنده سكري دايابيتس، الفيميل جندر حكينا انه بصير عند الفيميل اكثر من الميل، انه يكون الشخص عنده جول ستون، عنده حصى في المراره وهذا بخليه ريسك اكثر لانه يصير عندهم كوليسيستايتس، انجري اوف ذا جول بلادر اذا صار في اصابه في المراره، او اوفر ويت او الاوبيزيتي، هاي كلياتها ريسك فاكتور ممكن انها تؤدي لحدوث التهاب المراره. Reducing the risk factor of cholecystitis، كيف بدنا نقلل من الريسك فاكتور، من عوامل الخطورة عند الشخص اللي عنده. طبعا في عنا اشياء unmodifiable، يعني هلا انا ما بقدر اغير الايج العمر، ما بقدر اغير الجندر، فهدول بسموهم non-modifiable factors، يعني عوامل لا نستطيع تغييرها. احنا وين بنشتغل؟ بنشتغل على المودفايبل فاكتورز. فمثلا الاكل، بنخلي المريض ياكل eating healthy diet، getting regular physical activity، بنخلي المريض يكون عنده نشاط رياضي منتظم، losing weight slowly إذا كان المريض سمين عنده obesity سمنة، بنخليه يبلش يفقد الوزن، يفضل فقدان الوزن التدريجي وليس المفاجئ، maintain a healthy weight وأنه يحافظ على وزن طبيعي يتناسب مع عمره وحجمه وطوله. العلاج للكوليسيستايتس، الأكيوت كوليسيستايتس may resolve on its own، ممكن لحالها تطيب، وممكن نحط المريض في الهوسبيتالايزد عن طريقه نعطيه antibiotic to prevent infection. Food intake is usually stopped، طبعا بدنا نقلل من الاكل اللي هو عم ياخده من المريض وهو بالمستشفى، بنعطيه intravenous fluid سوائل عن طريق الوريد، ومنخلي الدايجستيف سيستم يرتاح من الاكل خلال فتره وجوده في المستشفى. Medication may be administered for severe abdominal pain، نعطي ادويه مسكنه للالم اذا كان المريض عنده الم شديد في البطن. Maybe people with cholecystitis will need to undergo surgery to remove the gallbladder cholecystectomy. طبعا إذا كان أصلا السبب في الكوليسيستايتس اللي هو الكوليثياسس اللي هي الجولستون أو الحصى الموجودة في المرارة، فممكن المريض يضطر إنه يروح أو يدخل عملية عشان يعمل استئصال لهاي الحصى. اسم العملية اللي بيتم فيها استئصال الحصى اسمها cholecystectomy، اللي هم بيستأصلوا فيها حتى الحصى وبشيلوا الجولبلادر بالمرة كلها كاملة. Because the gallbladder is not an essential organ, most people who have had cholecystectomy can live a normal life afterward. طبعا احنا بنعرف انه القناة الصفراوية هي مش عضو اساسي في الجسم، فممكن انه يتم استئصال القناة الصفراوية والشخص يعيش بعدها حياة طبيعية بدون اي مشاكل. فاذا العلاج الاساسي للحصى إذا كانت عاملة كوليسيستايتس، إذا كان في حصى إنهم يعملوا كوليسيستوكتومي. شو الكوليسيستوكتومي؟ استئصال المرارة. كوليسيستوكتومي استئصال المرارة. كوليليثياسس الحصى في المرارة. كوليسيستايتس التهاب المرارة. بدنا نكون مركزين فيهم وحافظين المعاني. Potential complication of cholecystitis، بدنا نشوف شو هي المضاعفات اللي تؤدي تنتج عن الكوليسيستايتس. ممكن يصير في بايل داكت انجري، إصابة في القناة الصفراوية، جولي بلادر انفكشن، عدوى تصير في الجولي بلادر وينتج، يصير نتيجة العدوى يصير امبييما بس موجود داخل الجولي بلادر اللي هو يصير في قيح. جولي بلادر بيرفوريشن لا سمح الله، ممكن إذا كبر حجمها إنها يصير فيها بيرفوريشن تنفجر. بانكرياتايتس ممكن تعمل تأثر على البنكرياس وتعمل بانكرياتايتس انفلاميشن اوف ذا بانكرياس، وحكينا من أهم أسبابها اللي هي إنه يكون في عنا جولي بلادر ستون ويأثر على، أو بيلياري ديزيز تأثر على البنكرياس. بريتونايتس إذا صار في بيرفوريشن، إذا صار في انفجار في الجولي بلادر تعمل بريتونايتس. شو هو البريتونايتس؟ حكينا عنه في الأبندسايتس اللي هو التهاب الغشاء السفاقي، وبكون اللي هو الغشاء المحيط فيه أعضاء الجسم أو الموجود داخل تجويف البطن وبيحيط فيه الأعضاء الحشوية للبطن. هلأ هذا لما بيصير في بيرفوريشن انفجار في الجولي بلادر، الكونتنت تبعتها بتنتشر في التجويف البطني وبتعمل التهاب في الغشاء السفاقي. سيبسز ممكن تعمل تجرثم في الدم إذا وصل الانفكشن أو العدوى للدم. هيك بنكون خلصنا الكوليسيستايتس، وبدنا نبلش في الموضوع الثاني اللي هو الكوليليثياسس. الكوليليثياسس اللي زي ما حكينا اللي هي الحصى في المرارة. The most common disorder of biliary system is coliliithiasis، هو من أكثر الأمراض شيوعا في القناة الصفراوية. شو يعني coliliithiasis؟ stones in the gallbladder. شو معناها؟ معناها إنه في عنا حصى أو حجارة، حصى بيحكولها، في الجولبلادر داخل القناة الصفراوية. إذا coliliithiasis definition تبعها stones in the gallbladder.
cholecystitis inflammation في جولي بلادر is usually associated with cholelithiasis. حكينا انه من اهم اسباب الكوليسيستايتس الكوليلثياسس انه الحصى بتعمل التهاب، فدائما بنحس زي كانهم كوموربيديتس. كوموربيديتس يعني اثنين بيجوا مع بعض، بيكون في عند المريض حصى، الحصى بتعمل التهاب، فالاثنين عاده بيجوا مع بعض. فدائما الكوليسيستايتس اللي هو الانفلاميشن اوف جولي بلادر is usually associated with the cholelithiasis. The stone may be loaded in the neck of the gallbladder or in the cystic duct. طبعا الحصى ممكن تكون موجودة في الرقبة تاعت القناة الصفراوية أو تكون في cystic duct في القناة الصفراوية نفسها، في الدكت تبعتها اللي بتطلع لها الجهاز الهضمي. The incidence of cholelithiasis is higher in women. حكينا انها هي زيها زي الكوليسيستايتس، اكتر عند النساء، بتصير عند العمر اكتر من عمر 40. تحدث عند النساء بوست مينابوزل بعد سن الامل، لانه الاستروجين بقل، فعشان هيك ببلش عنا ممكن يصير في عندهم شوية خربطة في بعض وظائف الجسم. هلا اذا احنا اذا البوست مينابوز الست كانت على استروجين ثيرابي، في بعض الستات بعد المينابوز ببلشوا ياخذوا استروجين ثيرابي اللي هو تعويضي، بياخذوا استروجين تعويضي نتيجه نقص الاستروجين في الجسم، فوجدوا انه الاستروجين ثيرابي somewhat greater risk of having gallbladder disease than are women who are taking birth control pills. فالستات اللي بوست مينابوز واللي بياخذوا استروجين ثيرابي، اللي بياخدوا، مش كل الستات بياخدوا، اللي بياخدوا استروجين ثيرابي بيكونوا عرضة أكتر إنه يصير في عندهم جولي بلادر بروبلمز أكثر من النساء اللي بياخدوا حبوب منع الحمل. إحنا خلينا نحكي إنه الإنسيدنس تبعتها عند النساء بعمر أكتر من 40 وبوست مينوفوزال وومن. Other factors that seen increase the occurrence of gallbladder disease are sedentary lifestyle. كمان عوامل أخرى اللي هو sedentary lifestyle، بس حطوا خط تحت sedentary lifestyle السطر الأول، هاد ما بدنا إياه. Sedentary lifestyle, familial tendency. Sedentary lifestyle اللي هي الحياة اللي بتكون كلياتها المريض بقعد، الحياة المكتبية بيسموها، واللي بضل طول عمره قاعد بالمكتب، قاعد بالبيت، قاعد ما فيها حركة. الفاميليال تندنسي انه يكون في عندهم، خلينا نحكي هيستوري بالعيلة، تاريخ مرضي بالعيلة. والأوبيزيتي كمان، السمنة ممكن تؤدي لحدوث الكوليليثياسيس. جولي بلادر ديزيز از مور كومون ان وايتس، كمان ممكن نشوفها عند بشرتهم بيضاء اكثر من بشرتهم سوداء. فصفت العوامل عنا للكوليليثياسيس، حكينا انه تكون في عنا وومن اكثر من 40، بوست مينابوزال، sedentary lifestyle، الفاميليال تندنسي اللي هو الهيستوري، الاوبيزيتي، ويكون وايتس الشخص. هاي كلياتها الريسك فاكتورز اللي احنا بنشوفها عند المرضى او اللي بتأدي لحدوثها الكوليليثياسيس. الكوزز اوف كوليليثياسيس، الاسباب تبعتها، الاكتوال كوز انون، غير معروف سببه، السبب الاساسي غير معروف، لكن ممكن انه يكون الكوليليثياسيس ديفلوب وين ذا بالانس ذات كيب كوليسترول بايل سالتس اند كالسيوم in solution is altered so that participation of these substances occur. إنه بكون خلل في عنا في محافظة على توازن الدهون والأملاح الدهنية داخل العصارة الصفراوية، فلما يصير في عنا عدم توازن فيها، فبصير في الكوليليثياسيس بتتكون. Other component of bile that participate into stone are bile salts. البايل سالتس اللي هي الأملاح العصارة الصفراوية، البيليروبين كمان الدهون اللي بتكون موجودة في البيليروبين، مش الدهون، البيليروبين اللي بيكون موجود فيها، كالسيوم كمان والبروتين، هاي كلياتها ممكن انها تؤدي لحدوث الحصى. لكن الاكتوال كوز غير معروف، لكن قد يكون عدم التوازن في مكونات البايل هي السبب الاساسي في حدوث الحصى. طبعا الميكست كوليسترول ستون which are predominantly cholesterol are the most common gallstone. طبعا من انواع، في انواع للجولستون، لكن الاكثرها شيوعا اللي بسموها ميكست. ميكست بتكون تتكون من اكثر من كميه، يعني مثلا بتكون تحتوي على بايل سالتس، بتحتوي على بيليروبين، على كالسيوم، على بروتين، كلهم مع بعض اتجمعت وعملت عنا الحصى. العلامات والأعراض اللي احنا بنشوفها عند هدول المرضى، كل ثياسيس may develop severe symptoms or none at all. ممكن تعطينا أعراض شديدة وممكن ما تعطي أعراض بالمرة. none at all يعني ما تعطي أعراض.
Many patients have silent cholelithiasis. معظم المرضى بيكون عندهم cholelithiasis silent صامتة بدون أي شدة بدون أي أعراض. Severity of symptoms depends on whether the stones are stationary or mobile and whether obstruction is present. إذا بتعتمد شدة الأعراض على هل الستونز بتتحرك ولا ثابتة، هل عاملة انسداد ولا حجمها صغير لسه ما هاي. فلما يكون حجمها صغير مش عاملة انسداد ما بتعطي أعراض، لكن إذا كان حجمها كبير وعملت انسداد بتبلش الأعراض تظهر عنا. When a stone is lodged in the ducts or when stones are moving through the ducts, spasm results. طبعا متى ما بتعمل لنا انسداد او متى بتبلش تتحرك داخل القناة الصفراوية بتعمل spasm. spasm بتعمل زي الشد او تضيق. Produces severe pain. هذا السبازم اللي بيصير داخل القناة الصفراوية بيعمل ألم شديد severe pain which is in turn which is termed biliary colic. بهاي الحالة بسموه biliary colic اللي هو المغص القناة الصفراوية. إذا زي ما حكينا إذا الستون إذا عملت لوتش إذا سكرت أو عملت انسداد أو إذا إنها بلشت تتحرك داخل القناة بتعمل لنا السبازم. سبازم زي الشد، هذا السبازم الشد بيعمل بين، فمباشرة بيظهر عند المريض سيبير بين ألم شديد. هذا الألم الشديد بسموه بيلياري كوليك مغص اللي هو القناة الصفراوية. The pain can be accompanied with tachycardia، قد يكون مصاحب للألم، تسارع في نبضات القلب، diaphoresis اللي هو تعرق and prostration. Prostration بذكروني إني أشوف لكم معناها. The severe pain may last up to an hour. طبعاً الألم ممكن يستمر لغاية ساعة. And when it subsides, there is residual tenderness in the right upper quadrant. طبعاً هذا الألم الشديد ممكن يستمر لغاية ساعة. هلأ لما بيخف الألم بضل في residual tenderness. ألم عند ملامسة الجهة اليمين العلوية من البطن، بروح الألم لكن بضل ألم عند الملامسة، يعني إذا حطينا إيدنا على هاي المنطقة بصير فيها ألم. أي منطقة اللي هي الأبر رايت كوادرانت، الجهة العلوية اليمين من البطن. The attack of pain frequently occurs 3 to 6 hours after a heavy meal. طبعا الألم ممكن يصير كل 3 إلى 6 ساعات وبعد الوجبات الثقيلة، الهيفي ميل اللي هي وجبة ثقيلة أو when the patient lie down أو متى المريض ما مد حاله عشان يرتاح بتبلش تظهر عنده هاي الألم. حاطين لنا هنا الأعراض اللي احنا ممكن نشوفها واللي بتكون ناتجة عن انسداد، يعني إذا صار في عنا انسداد في القناة الصفراوية إيش العلامات والأعراض اللي بنشوفها. بصير في عندهم obstructive jointness، بصير في عندهم يرقان أو الصفار، في عنا دارك أو أمبر دارك أمبر يورين، بصير لون اليورين غامق نتيجة وجود البيليروبين فيه. بيلينوجين ان يورين، ما بيكون في عنا بيلروبن موجود داخل البول لكن اللون تبعه بيكون موجود. بس كلي كلرد ستول بيكون لون البراز زي لون الطين حكينا، يعني لون غامق. بروريتس بيكون في حكة عند هدول المرضى، حكي بالجلد طبعا. انتوليرانس اوف فاتي فود، ما بيتحمل الاكل الدهني، متى ما اكل اكل دهني مباشره ببلش يصير عند المريض نوزيا مع فولنس اللي هو انتفاخ في البطن وانوركسيا فقدان للشهيه. بليدنج تندنسز، ممكن يصير عرضه للنزف عند المريض. واستياتوريا اللي هو الدهون بتبلش تنزل بالبراز بدون هضم، بتظهر على شكل استياتوريا اللي هي انه بكون لون البراز على رمادي على على ابيض فاتح، وهذا بكون ناتج عن اندايج of fat. المضاعفات انا بس بدي العمود الاول. هلا الكوز الايتيولوجي السبب تبعه خلاص ما احنا شرحناه بالشرح ما في مشكله. الكومبليكيشن المضاعفات للكوليثيسس، كومبليكيشن اوف كوليسيستايتس انكلود جانجرينوس كولي سيستايتس. طبعا حكينا من اهم مضاعفاته انه بيعمل كوليسيستايتس، التهاب في القناه الصفراويه. هلا هذا الالتهاب ممكن يكون جانجرينوس، جانجرينوس يعني غرغرينه، يعني ممكن يؤدي الى تاكلها. سابفرينك ابسس ممكن يعمل عندهم سابفرينك ابسس يعني في منطقة عند منطقة التجويف الصدري الفرينك نيرف، بهذيك المنطقة ممكن يعمل زي كتلة أو زي خراج اللي هو بيكون عند يعني على آخر التجويف الصدري على أعلى التجويف البطني، بيعمل زي خراج أو أبسس بسموها. بانكرياتايتس ممكن يعمل كمضاعفات التهاب في البنكرياس،
كولانجايتس ممكن يعمل، اللي هو التهاب في البلياري دكت في القناة الصفراوية. في في عنا المرارة اللي هي القناة الصفراوية، وفي المرارة اللي هي الكوليسيستايتس أو الجولي بلدر، وفي عنا الدكت الأقنية تبعتها اللي بتوصل المحتوى تبعها اللي هو البايل لعند الجهاز الهضمي. هلأ لما يصير في عنا التهاب بهاي القناة اللي بتوصل ما بين القناة الصفراوية وما بين الجهاز الهضمي بنسميها كولينجايتس، التهاب اللي هو في البلياري داكت. بلياري سيروسز ممكن تعمل تشمع في القناة الصفراوية، ممكن تعمل فيستيولا، فيستيولا زي انتفاخ زي تورم فيها، ممكن تعمل رابتشر اوف جول بلادر، تعمل انفجار في الجول بلادر which can produce bile peritonitis. طبعا اذا صار في عنا رابتشر في الجول بلادر حكينا تعمل لنا peritonitis اللي هو التهاب في الغشاء الصفاقي، حكيناها بالكوليسيستايتس. الدياجنوستيك اوف كوليليثياسيس، الهيستوري مع الفيزيكال اكزامينيشن، الفحص الجسماني مع التاريخ المرضي، بيعملوا الترا ساوند، ليفر فانكشن ستاديز، فحوصات بيعملوا فيها وظائف الكبد، WBC count اللي هي كريات الدم البيضاء، سيرم بيليروبين بيشوفوا قديش نسبة البيليروبين في الدم، اندوسكوبي بيعملوا اللي هو الريتروغريد كولونجيو بانكريوغرافي، بيعملوا زي تنظير لمنطقة البنكرياس مع المناطق اللي حواليه عشان يشوفوا إذا في عنا أي مضاعفات أو عشان يشوفوا وين المشكلة. العلاج تبعها، العلاج سوائل IV fluid MBO المريض مع NG tube nasogastric tube عشان يسحب الإفرازات الموجودة داخل البطن، أنتي إيميتكس بيعطوه أدوية عشان تمنع العيان أو تمنع الاستفراغ، أنتي إيميتك مضادات الاستفراغ، أنالجيزكس مسكنات الألم، فات سوليوبل فيتامين بيعطوا الدهون التي تذوب، بيعطوا الفيتامينات التي تذوب بالدهون. هلا لما ما بيتم هضم الدهون في عنا الفيتامين التي تذوب في الدهون لا يتم امتصاصها لانه بيتم امتصاصها مع امتصاص الدهون، فما انه الدهون ما بيصير فيها هضم وما في لها امتصاص فبصير عند المريض نقص في هاي الفيتامينز، فبصيروا يعوضوا المريض بهاي الفيتامينز اللي هي فيتامين اي ودي واي وكي، بسموها اديك اللي هي الاديك اللي هي الفات سوليوبل فيتامين، بيعطوها للمريض تعويضيه عشان ما بيقدر ما بيتم امتصاصها نتيجة عدم هضم الدهون. أنتيكولينيرجيك أدوية بتخفف، بسموها أنتيكولينيرجيك الأدوية هاي اللي بتخفف السبازم، بتعمل ريلاكسيشن في السموث مصل، فبتعمل زي اللي بتخفف هاي بتخفف الألم السبازم اللي بصير في القناة الصفراوية واللي بتعمل الألم. أنتيبيوتيك خصوصا إذا كان في سكندري إنفكشن، هاي مضادات حيوية. and extra corporeal شوكويف لايثوتريبسي، ممكن إنهم يعالجوا الحصى عن طريق إيش، عن طريق شوكويف، عن طريق الأشعة أو عن طريق الموجات الصوتية، فبيعملوا لها تحطيم لهاي الحصى، إذا كانت الحصى خفيفة فممكن إنهم يعملوا لها هاي العملية اللي هي تحطيمها من الخارج. طبعا ممكن العلاج تبعها ممكن يكون سيرجيكال وممكن يكون نون سيرجيكال. هلا إذا سيرجيكال ثيرابي بيعملوا لابراسكوبيك، لابراسكوبيك يعني عن طريق المنظار، بيعملوا ثلاث فتحات، فتحة بيحطوا فيها المنظار، فتحتين بيدخلوا فيها الأدوات، وبيعملوا على استئصال القناة الصفراوية من مكانها، او ممكن انسجن كوليسيستوكتومي، او اعملوا زي جرح في منطقة البطن قريب من منطقة هاي بتكون على الجهة اليمين، بيعملوا زي جرح صغير ممكن 3-4 سنتي حسب قديش هم بيحتاجوا، وبيعملوا على انهم يعملوا عملية عادية عن طريق فتح البطن. فاذا في عنا اما عن طريق المنظار اللابراسكوب او عن طريق الانسجن الجرح العادي. بديش انا هدول، ما بدي تعرفوهم، الكولي بلودر سيرجر بروسيجر هذا التايبل ما بدي اياه، خلص نعرف انه في عنا لابراسكوبيك وفي عنا انسجن، خلص هيك غير هيك ما بدي. النيرسينج امبلمنتيشن، احنا از انيرسز شو بدنا نعمل لهدول المرضى؟ اول اشي الهيلث بروموشن، الهيلث بروموشن بدنا نحكي للمريض انه يعني يحافظ على حياة صحية من خلال انه يعمل هيلث سكرينينج بشكل عام عشان نشوف اذا في عنا اي عوامل اخرى ادت لحدوث الكولي بلودر بروبلم، خصوصا المرضى اللي ما بيكون عندهم أعراض، فما ببلش عندهم الأعراض إلا لما يصير عندهم جويندس أو يبلش عندهم الألم، فهذول الناس بدهم يعملوا، ننصح الناس تعمل تشيك أب بين الفينتي والأخرى. لو فات ديات بدنا نخلي المرضى ياخدوا أكل قليل الدهن اللي عندهم مشاكل في الكوليسيستايتس أو الكوليثياسيس. الأكيوت انترفينشن، الإجراءات السريعة اللي بنعملها، أول إشي بدنا نعطي أدوية عشان نخفف البين، نعمل ريليف للبين، بدنا نعمل ريليف
للنوزيا، نخفف العيان الموجود عندهم والفوميتنج عن طريق الانتي ايميتك حكيناها فوق. بدنا نخلي المريض يكون عنده كومفورت، يرتاح، ايموشنال سبورت، دعم للمريض، مينتين فلويدز اند الكترولايت بالانس، بدنا نعطي سوائل واملاح، ونعطي بالبدايه ممكن يكون ام بي او المريض، فبنعطي سوائل قبل ما يبلش يرجع ياكل المريض براحته. بدنا نعمل اسسمنت جيد للمريض، بدنا نعطي نراقب افكتيفنس اوف تريتمنت، انه احنا عم بنعالج المريض وبنعطي ادويه هل في افكتيفنس ولا لا. Observing for complication، بدنا نراقب المريض اذا كان صار في عنده اي مضاعفات. الميديكيشن اللي بدنا نعطيه بنعطيه as ordered، خصوصا as ordered خصوصا اذا كان pain medication. Nursing comfort measures such as clean bed، comfortable position، تحط المريض بسرير نظيف، بغرفة نظيفة، نحطه بcomfortable position بوضعية مريحة. And oral care، نعملهم oral care أو خليهم يعملوا oral care حسب حاجته. الأورال هيجين مهم جدا، نخلي المريض خصوصا إذا كان NBO، مش معناته إنه هو صايم ما يعمل oral hygiene، لا لازم يعمل oral hygiene. في عنا كتير حاطين نقاط بالنيرسينج انترفنشن. انتي ميتكس بدنا نعطيها، اذا المريض عنده بروريتس بدنا نعطي ادوية عشان تخفف الحكة to relieve itching. بدنا نحافظ على نظافة اظافره، the patient nails should be kept short and clean. ليش الاظافر؟ الاظافر لانه المريض بصير عنده حكة، اذا اظافره طويلة ووسخة بيعمل scratching، بحك جلده، بيقشطه، بتعمل infection في الجلد، فعشان هيك بدنا نحافظ على انه المريض يخفف الحكة وبنفس الوقت نحافظ على انه اظافره تكون قصيرة ونظيفة. The nurse must be acknowledged of and observe for sign of obstruction. بدها يكون المريضة knowledgeable، الممرضة أو الممرض يكونوا knowledgeable بالمرض، بالأعراض اللي بتدل على إنه في عنده obstruction، انسداد. كمان تكون بتعرف إذا صار لا سمح الله perforation. هاي كلياتها بدها تكون aware للمضاعفات وتراقب المريض على أي تغيرات ممكن تصير عنده، مثل الفيفر، مثل الاستياتوريا، في الوايت بلاد سيلز، تغير في لون البروراز، تغير في لون الجلد، هاي بدها تراقبها. كومون سايت تو اوبزرف فور بليدنج، بدها تراقب لها حدوث النزف خصوصا في مناطق الميوكس ممبرين اللي هي الاغشيه المخاطيه الموجوده في الفم، في الانف، في اللثه، اماكن الانجكشن سايت كمان اذا بيضل في نزف محلها ولا لا. If injection are given a small gauge needle should be، هلا المريض ممكن يصير عنده tendency for bleeding حكينا، فهدول لما نعطيهم إبر IM مثلا أو بدنا نعطيهم IV بدنا نستخدم إبر تكون الرفيعة مش الإبر السميكة عشان ما نعمل قطع عندهم يكون عرضة للنزف أكثر. Assessment of infection، بدنا نراقب إذا صار عند المريض infection من خلال العلامات الحيوية، إذا صار في عنا أي ارتفاع في درجة الحرارة معناته بلش في عنا infection. بوست اوبراتيف كير، العناية بعد العملية، حكينا انه المريض من الرعاية اللي بيعملها اللي هو الكولوسيستوكتومي، الكولوسيستوكتومي اللي هي عبارة عن سيرجري. طيب هدول البوست اوبراتيف كير شو بدنا نحطهم؟ اول اشي بنحط المريض في لو فاولر بوزيشن، يعني من 15 ل 30 الهيد اوف بيد، بنحط له انجي تيوب فور سكشن بكون عشان يسحب الافرازات الموجودة في الجهاز الهضمي. اي في فلويد بكون المريض ام بي او طبعا. ادمنستر انالجيسكس، بدنا نعطي مسكنات الم بعد العملية. بدنا نشجع المريض early ambulation، early ambulation انه يتحرك مبكرا قدر الامكان. بدنا avoid drain kinking، هلا الانجي تيوب مثلا بدي امنع انه هو ينتنى او يبطل يطلع الافرازات اللي فيه. observe the site of incision، بدنا نراقب مكان العمليه عشان نشوف اذا صار عند المريض اي infection. measure the amount of discharge fluid in the drain، بدي اشوف كمية الافرازات اللي طلعها المريض سواء كان في الدرين اذا كان محطوط له مع مكان العملية درين او في النيزوغاستريك تيوب او اذا في فولس كاثيتر، نشوف الافرازات ونوعها وكميتها. administer high carbohydrate high protein low fat diet، طبعا هدول المرضى بالبداية بنعطيهم اكل بيحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين وقليلة من الدهون، طبعا لما نسمح له ياكل. avoid fat within the first 4 to 6 weeks، خلال اول شهر لشهر ونص، خلينا شهرين، بده المريض يبتعد عنا كل المواد الدهنيه والاكل الدهني، بعد هيك بتصير اموره تمام، بقدر ياكل براحته. improving nutritional intake، بدنا نحسن الاكل اللي بياكله المريض. بدنا نقلل الانكزايتي اللي عند المريض اللي هي reducing anxiety. improving self care، بدنا نحسن، تساعد المريض على انه يعتني بنفسه. monitoring and managing potential complication، بدنا نعمل مراقبة و
وإدارة المضاعفات. يعني إذا صار عند المريض لا سمح الله مضاعفات، بدنا نعرف كيف نتعامل مع هاي المضاعفات. من أهم المضاعفات اللي ممكن تصير عند المريض فوليوم فلويد فوليوم أوفرلود، إنه يأخذ حجم سوائل أكبر من حاجته، أو هايبوكاليميا انخفاض في نسبة البوتاسيوم. الهوم كير بدنا ننصح المريض بالدياتري، ننصح نعطيه هيلث ادوكيشن عن الدايت اللي بده ياخده، خصوصا زي ما حكينا انه بده ياخذ لو فات خلال اول شهرين بعد العمليه. كيف بدنا نعطيهم تعويض للفات سوليوبل، نقول له ضل ياخذ فات سوليوبل خلال فتره الشهرين هذولا. بدنا نعطي المريض instruction regarding observing that the patient should make indicating obstruction. إذا نخلي المريض يراقب إذا لا سمح الله صار في عنده أي تغيرات في الحالة اللي عنده، صار عنده مثلا انسدادات، فبدو يراقب البراز واليورين، وبدو يراقب اليرقان أو الصفار إذا لا سمح الله صار عنده صفار، أو إذا صار في عنده حكة. هاي كلياتها بدنا نحكيها للمريض. After an open incision cholecystectomy, the patients may be discharged ما بين يومين لثلاث أيام بطلع من العملية، يعني بعد ما يكون open incision. إذا open incision بحتاج يومين لثلاثة بالعملية. وزي ما حكينا إنه avoid heavy lifting for 4 to 6 weeks، يعني خلال 4 إلى 6 أسابيع لازم ما يحمل إشي تقيل عشان مكان العملية ما يفتح. Sometimes the patients required to remain in low fat diet، حكيناها من 4 إلى 6 أسابيع كمان إنه يضل على أكل قليل الدهون من 4 إلى 6 أسابيع. إذا المريض عنده obesity بده يعمل weight reduction program to be helpful if the patient is overweight، إذا خلينا يعمل برنامج غذائي عشان ينزل وزنه إذا كان overweight. التيتشنج جايد راح نعيد نفس الأشياء فما راح أحكيهم خلاص، مهم nursing intervention أصلا حكيناها إحنا في الهوم كير. هيك بنوقف اليوم بهاي المحاضرة، بضل علينا إن شاء الله الديابيتس مليتس. يعطيكم العافية.